السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يعني ايه يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب كده في البداية علشان اللايف ده انا ناوية ازعق فيه، فاستحملوني وما قدرتش اصبر بقى لحد بالليل ونطلع لكم. انا هتكلم عن موضوع عروسة الاسماعيلية واللي حصل وآراء الناس اللي داخلة عمالة تفتي واللي محسوبين على المشايخ ولا الدعاء وعمالين يفتوا، وكل مذيعة غير متخصصة طالعة تقول رأيها، ما بقت حاجة كده. وبرامج التوك شو كلها بتتكلم على أمور هم مش فاهمين، يعني هم مش فاهمين. أولا خلونا أكلمكم على اللي بره تخصص الأسرة وغير دارس ولا عنده مرجعية شرعية ولا عنده مرجعية علمية وبيفتي في أمور ملوش فيها ايا كان بقى. اصلا عايز اركب الترند وعايزين معرفش نعمل ايه، فنطلع نتكلم ونفتي وندي نوع من انواع الحلول الغير منطقية والغير عقلية والغير شرعية، او نحمل الامر خلاف طاقته وخلاف محمله وخلاف الصح بتاعه علشان خاطر ايه احنا بنركب الترند. حسبي الله، انا بقوله في البداية، حسبي الله ونعم الوكيل. فاي حد بيكلم على منظومة الزواج غير متخصص وغير فاهم، كل واحد يا جماعة كل حالة بحالتها، كل حالة بحالتها، كل موضوع زواج او اسرة خاص بالزوجين الاتنين وكل واحد بحاله. انتوا فاكرين لما اتكلمت على موضوع عروسة الاسماعيلية في البداية وكنت ضد ناس وطلعوا يقولوا حاجتين اتنين؟ اول حاجة اصل اللي تصبر على ان زوجها يضربها دي الست الأصيلة، ويا من ضربنا ويا ما عمل. قلت لها ده مش من الأصل، لا الدين ولا الإسلام ولا الشرع ولا العرف عطى الراجل إن هو يضرب زوجته، والضرب اللي مذكور في القرآن ضرب غير مبرح، لو علم تروح للقاضي الشرعي تقتص منه وتدفعه غرامة مالية. النقطة الثانية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن ضرب الوجه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنك أنت تضرب الدبة، يعني الدبة ما بتنضربش، وتقسم عليها في حكم الإسلام، وتيجي بعد كده تقول لك لا أصل هم أحرار مع بعض ودي ست أصيلة، ملوش علاقة بالأصل. ده رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة، هي رضيت، وده اللي قالوا بقى معظم الدعاة ومعظم ناس طالعين يعملوا، وأنا عرضتهم يوميها وثبت صحة الأمر. ارجعوا الامر لاهله، محدش يفتي في موضوع منظومة الزواج غير متخصص اسرة مؤتمن ثقة. انا بقوله حتى لو كان المشايخ، بصوا لما جه قالوا ايه، قالوا إيه زوجين مع بعض ولو عايزوا تصلحوا تصلحوا ولو عايزوا كذا، احنا بس بنبين رأي الدين والاسلام، رأي الاسلام والدين. وفين انك انت الاول بتحل المصلح؟ ما بتكلمش على الصالح، الصالح في نفسه يلزمه اصلاحه، لكن المصلح اللي تصدر للاصلاح في المجتمع بعلم، انا بتكلم اهو بعلم وبنظريات علمية وشرعية قبل القصة دي كلها. ما هو الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء، صح ولا لا؟ ما فرطنا في الكتاب، ربنا ما سبلناش نقد كده مثقال ذر إلا وفيها رأي. حتى دخول الخلاء، حتى جماع الرجل مع زوجته الدعاء يقول إيه ويأتيها إزاي وكيف وإيه الحلال وإيه الحرام. لما انضربت الست دي في ليلة دخلتها يقولك إيه ساسة تبح القطة، أنا بحلى أيا كان غضب، الغضب الغير مسيطر عليه بالشكل ده في أفضل ليلة من ليالي العمر، وتنضرب العروسة في ليلة دخلتها عشان اتأخرت أو علشان أيا كان السبب، ده شخصية غير سوية، شخصية سادية بتتمتع كده، سادية بتتمتع بتعذيب الآخرين، وما فيش تفاهم أصلا، ما فيش حوار. كان ممكن تخلص بالحوار على فكرة، لكن ما حصلش حوار. وركزوا معايا، ركزوا معايا علشان ده بيتبنى عليه حاجات كتيرة جدا في تغيير فكر الجيل وتغيير وعي الجيل ووعي البنات. انا يهمني دلوقتي البنات المقبلة شايفة الدنيا ازاي، ولا الزوجة حديثة الزواج، ولا الشاب الزوج حديث الزواج. ضرب الزوجة بالشكل في ليلة الدخل، اللي بيفضلوا اصلا عايشين عصافير كناريا قبلها بست اشهر وعصافير كناريا بعديها بسنة مثلا، فاجي في ليلة الدخل دي لها مدلول، اجي في ليلة الدخلة اضرب العروسة بالشكل واشيلها واحطها كذا، ده اصلها اتصالحت وتراضت. انا عايز اقول لكم معلومة بقى، وخلوا هنا البنات يجيبون، اصل هي مغلوبة. يا ست اسمعيني، يا ست اسمعيني، الله يصلح حالك، ما انا هفسر لك الحته دي، واسمعوا معايا يا بنات ويا زوجات، وانتوا عارفين الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي.
المرأة مشاعر، ومش بالسهل عليها انها تخرب بيت او تتطلق، يصعب عليها قوي على فكرة. وتقولك طب ما يمكن يتصلح، ما هو رضاني بقى وطبطب عليا، ما يمكن خلاص اديله فرصة. ايا كان ليه، عشان كده كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن مشاعر المرأة في موضوع الطلاق، ويقول ايه وكسرها طلاقها، صعب عليها جدا. تيجي زوجها متبهدلة ومتشرحة هي وعيالها ومتبهدلين ومتمرمق، والناس بتسمع بيهم وتجوحهم، وتقول لك هيتصلح حاله، اصل هو قال لي كده، والله هينصلح، اصل هو وعدني. ما بتبقاش عايزة تنفصل، ما بتبقاش عايزة تهد البيت، ولو زعلت وعمت وجه رضاها خلاص. فطبيعي ان هي كانت توافق ساعتها. انا مش ببرر دلوقتي، سيبكم دلوقتي من موضوع الواقعة ذات نفسي، خلينا نحلل الموقف بصفة عامة. لما يبقى ده في ليلة دخلة وفي البداية اللي هي المفروض افضل ليالي العمر، المفروض كده افضل ليالي العمر، ويبقى بيسترضيها وبيحاول يتلطف معاها ويخفف عليها واقع الليلة والفوبيا اللي بيبقى عند البنات، معظم البنات من الليلة دي، فيجي يقوم جاي ضربها. والكلام ده انا قلته ساعتها. الرد التاني ان ده تبقى ست اصيلة وان تستحمل، ما لهاش علاقة بالاصل ولا الاستحمال ولا الكلام ده. الضرب منهي، الضرب منهي وخط احمر وممنوع منعا باتا انك تسمح انك تتهاني او تنضرب وتجيب عيلتك وتجيب الاتفاقات. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، ان طالما رضوا يتصلحوا انتوا ما تتدخلوش، طالما ما تندبتوش، احنا المصلحين، انت المصلح اللي تصدر الارشاد وتصدر النصح والارشاد للمجتمع بما يرتضيه الله عز وجل. الدين النصيحة لله والرسول ولأئمة المسلمين وعمد. فطالما انت متخصص وخبير في مجالك، وجب عليا ان انا مسكتش واقول ما ينفعش الجوازة دي. الامر ده كان محتاج وقفة جديدة. 8 شهور وطلعت عروسة الاسماعيلية بتقول انضربت واتعملت، ايا كان طبعا الموضوع في النيابة، ولها انها تحقق ولها انها تقول صح، واتبهدلت واتحبست وانضربت واتهنت ووشها وعينيها باين فيها، ايا كان اللي هيحصل احنا توقعنا ده. فيطلع نفس الناس بالفتاوى بقى، نفس الناس، واحده تقول لك ايه، ما انت اللي اديتي له الفرصه، ما انت لو كنت كويسه في البيت ما كان، يعني انت بتبرري، انت كانت اعلاميه ولا طالعه تبرري ضربها وطالعه تبرري حبسها، اصل انت لو كنت كويسه وبتسمعي كلامه. ايه ده، زي اللي بيطلعوا برضه تقول لك ايه، اصلها تم التحرش بيها في الشارع وتم معاكستها عشان هي لبسها، ده جزء، لكن ده لا يبرر غلطها، هي تحاسب عليك، لكن لا يبرر الاخر. انت كمان مامور، ما انت مامور كمان بغض البصر ومامور ان انت تعمل، فاجي حمل طرف كل المشاكل، ده غلط، ده مش صح، ده مش صح، واقعد احط في قلب البنات تطلع علشان مستغل. انتوا من امتى اصلا بتفتوا في موضوع؟ ما تفتيش ولا تقولي راي يتم عليه، الراي دوت يتم عليه هدم بيوت. تبنوا الحاجات الصح وناقشوها، سياسه ذبح القطه، سياسه جلد الذات، سياسه النقطه اللي خصص دي اصيله وتحطها واستحملت ايه لما تجيلك ميته، وانت كاب وانت كام مطالب ان انتوا تقفوا جنب بناتكم. ارجوكم لما تيجي بنتك بتقول لك انا انضربت ولا انا جعانه ولا انا حصل لي ولا منع مني الاكل، ده في زب يعذب، ما انتش واكله، ويحوش على وياخد عياله ويطلعوا بره ياكلوا دليفري ويسيبوها هي، ما انتش واكله، واعملي بلقمتك والحمد لله على كده. غلط. افوجئ الاقي موجه كده، هوجه كده، وقبل موضوع عروسه الاسماعيليه ده والله الاقي هوجه كده، واحده مذيعه بتقول رايها، وبعدين يتم تبني الراي، ما هيش متخصصه، واحده واثنين وثلاثه وعشره، ده كتروا جدا. انت بتقول بناء على ايه؟ ما انت يا بتاخدي كوبي وبست، هو ده ايه، ده مترو ده ولا ايه؟ يا بتاخدي كوبي وبست من اراء ناس ثانيه، يبقى تقولي وتنسبي ده راي فلان قايل كذا وراي فلان قايل كذا. يجي مثلا شيخ يقول لك اصل الشيخ حكم ما بين، ما هو الشيخ ما يا الله يصلح حالكم، الله يصلح حالكم. الشيخ اللي حكم ده هل سمع من الزوجه؟ طيب هل سمع من الطرفين؟ طيب شاف الامور، شاف النظريات العلميه اللي تم التوافق عليها بما لا يناقض الشرع ونفسيه، ده في حاجه اسمها دراسه الشخصيات اللي ينفع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال كده، انتم اعلم بامور دنياكم، وكل الفتوى اللي تنفع هنا ما تنفعش في الجنوب، ما تنفعش في الشمال. في حاجه اسمها المراعاه على حسب نوع الشخصيه. انا جاي لي زوجه مثلا، عندي زوجه عقلانيه اداريه بحته
وعندي زوج حساس ودود، شخصيه الودوده. خناقات، عايزه اقول له خناقات، ما ينفعش نتنال مع بعض، لا هو فاهم هو عايز مشاعر، وهي عندها النقطه دي كذا، دي له فتوى وده له حل، خلاف الزوج العملي جدا والزوجه الحساسه الودوده اللي مش عارفه نعلمه اه شويه يا ابني طبطب وبوس وحده مش عارفه ايه وخليك ايه ومراعي في الكلمات. ده في ده حتى الاحكام، طالما احنا تحت سقف قال الله قال رسول الله قال الصحابه قول له عرفان هو دوت. لكن اجي ان انا اطلع واحد مش عارفه يطلع يقول ايه ويسيبوا الناس في حالها تتصالح اذا كانوا هم راضيين. مين اللي قال نو انت معاك رقم شفاء؟ ممكن تقول لي شفاء ماما في اللايف بس. مين اللي قال ان هم راضيين؟ وان كانت هي راضيه بجهل مش راضيه بعلم، والوعي الجمعي اللي حواليها سواء بيئه او سواء اللي هم اسمهم مثلا بيئه اجتماعيه او معينه او سكن معين او بلد معينه، ده السلو بتاعها وما ينفعش نعمل غير كده. لكن ده لا يرضاه الله، ربنا ما يرضاش الظلم، ربنا ما بيرضاش الاهانه، ربنا ما يرضاش انك انت تاخدي فوق دماغك وبعدين ترجعي في الاخر تقولي يا إيه اصل دي عشان ابقى اصيله وما هدش البيت و و و هو فين البيت؟ هو فين الزواج؟ فين البيت وفين الزواج؟ ده غلط يا جماعه، ده غلط. في الاول وفي الاخر في اصول ربنا وضح الاحترام والتقدير، احترام الزوجه وتقديرها واحترام الزوج وتقديره من اساسيات الزواج، من اساسيات العلاقه. لما يروح الاحترام والتقدير واضربها واهنها بالشكل ده، او اضربها ضرب يعمل لها عاهه مستديمه ولا تنزل دم ولا تعمل كذا، ده كارثه، ده كارثه في حد ذاته. وفي الاخر ارجع اقول ايه؟ اه اصل معلش اصل امي قالت لي، واحنا هرجع متطلقه ومطلقه سمعتها يا تجي لكم ميته بقى، تجي لكم ميته بقى. بصوا يا جماعه، اولا القوانين دلوقتي اللي محطوطه قوانين كلها تعتبر في صف المرأة، وبس ما تبقيش على ان في حالات شفتها على جروبات وبعتيني الازواج، حالات شفتها الزوجه متجبره مستغليه القوانين لصفها كذبا وزورا، وتحرم الاب من عياله وتعمل واحد بيقولك دفع في الشقه وفي الجواز نص مليون ولا ربع مليون، وتيجي تعمل قضيه تبديل وتعمل قضيه ضرب عها 21 يوم بالكذب بالزور. الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، هتقابله هتروح لربنا فين؟ الصوت مش واضح؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الصوت مش واضح، حد ياكد لنا الصوت. ده انا عماله ازعق ازعق يا جماعه، بقى اعمل ايه اكتر من كده؟ عماله ازعق، ده الله سبحانه وتعالى بس يعيننا. لكن ان احنا نطلع حد يفتي، قولوا لي بس الصوت واضح ولا لا، عشان ممكن يكون مش واضح عند حد يعليه هو من السماعه بتاعته. لكن يطلع حد يفتي باسم الدين يقول لك لا، المصلح اللي صاحب الخبره مش اي حد. طبعا احنا ما شاء الله زمن الفتي، زمن الفتي، نلاقي ناس في كل اتجاه وفي كل مجال عمالين يفتوا في منظومه الاسره، والمراه تعمل، المراه تسوي، قولي لزوجك كذا واعملي مع زوجك كذا وما اعرفش افرشه. يا بنتي بالراحه، الله يصلح حالك، بالراحه، واعرفي ان كل حاجه لها ايه؟ كل حاجه لها نوع، لها هدايتها، كل حاجه لها نوع من انواع الحل الخاص بيها على حسب نوع الشخصيه، سواء زوج او زوجه، على حسب نوع الشخصيه اللي موجوده. واجي في الاخر احمل البنت، اصلك انت لو كنت مريحه ما كانش ضربك، اصل الامر خاص بغرفه النوم بقى، والله حليم مصدق. يا نهار ابيض، هي وصلت للكلام ده؟ يا خبر ابيض، هي وصلت بقى الفتي للكلام ده؟ ونطلع الحاجات دي ونقول اصل المشكله في غرفه ما بينهم. يا جماعه، يا جماعه غلط، يا جماعه لا يبرر، لا انا بقول لك اهو لا يبرر اللي بيحصل ده، لا يبرر ضربها ولا حبسها ولا الكلام ده. النبي عليه السلام والايات القران فعظوهن، انصحوا مره واثنين وثلاثه، ما تغيير السلوك قلنا من ثلاثه لست شهور. يعني عشان انصح الزوجه بفعله من ثلاثه لست شهور لتغيير السلوك. لكن احنا ما انا قلت لها مره وده قلت لها 10، يا عم اصبر عليها من ثلاثه لست غير سلوك. ادي انصح، ادي عظوهن، وبعدين اهجروهن. الهجر، انا عندي الهجر عند المراه اكتر من الضرب، يذبحها يخليها نوع بصي عصفور مفرفر. مش قادرة، مش بتكلمني، مش بتعمل معايا، مش بتقولي، مش بتسوي لي،
ليه؟ لانه هاجم واضرب وقوله قال لك الضرب غير مبرح، يعني ايه خطه كده غير مبرح، ولو علم تروح للقاضي الشرعي في البلاد تغرمه غرامه ماليه. ها شوفوا بقى ازاي ممنوع ضرب الوجه، نهى النبي عليه الصلاه والسلام في ديننا كده ممنوع، حتى اقول لك ولا تضرب وجه البعير الحيوانات ممنوع ضربها. فاجي بعد كده اقول اصل كذا وكان له حق ونستبيح، ما له حق بقى الناس تطلع تدافع عن القتله بقى، ويبقى يعني بصوا الايدل عند الناس ايه؟ الايدل عند الناس الفلان. انا مش عايزه اتكلم في موضوع الرموز والنجوم في حياه البشر دلوقتي، القاتل والبلطجي وبتاع تاجر المخدرات واللي 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 كل ده، ما هو ده الرمز. بقول لك واحد عامل فوجئت ايه ده، بفتح الابلكيشن من الابس مش هقول لك اسمه، الاقي الاغنيه اللي معموله ايه؟ انت شوجري. ايه انت شوجري يا جماعه؟ ولا استغفر الله حاجه بتتعمل صوت استغفر الله، معروف ان دي حاجه مش كويسه، يعني زي شتايم وكده، وبقى ترند، بقى ترند بتاع سكرول سكرول، ايه ده كله بيعمل وانت شوجري واضرب ايه؟ انا بالاسفاف ده بالطريقه دي وبالشتايم اللي بتتعمل ديت بالصوت اللي بيطلع استغفر الله من المناخير ولا من البق استغفر الله، وده بقى الناموس. انت تيجي تعيل بقى، تعالى هنا ما تربي عيل وتقول له، ولا تربي زوجه على القيم وبتاع وتقول لها، تقول لك علم ايه وشغل ايه، نتنحر في هندسه ولا نتنحر في كليات وبتاع، وهو اللي بيعملوا كذا ونعمل لنا ترند ونطلع ناس. ده بقى الرمز. فتطلع يقول لك اصل الاعلاميين طلعوا، اصل فلانه قالت، بالعشرات بالعشرات، انا ما بتكلمش على حد بعينه، بالعشرات والله العظيم صدقوني، ويطلعوا يفتم ويخربوا البيوت. يا اما تبقى المراه خلاص بقت في مرحله المازوخيه اللي تتحمل الـ يعني الضرب والاهانه، اعمل ايه؟ امي قالت لي وابويا قال لي والمجتمع، او يبقى زوج بيتحمل اهانه من زوجته ويقول لك عامل العيال، هعمل العيال هتشردوا، ويتحمل اذى بسبب فتاوى لناس ماهيش خبره، لناس ماهيش خبره وغير ثقه وغير مؤتمنه، حتى لو كان الشيخ فلان، يعني ما تنفعش تحكم على العام. انا بقول لك اهو ما ينفعش تحكم، كل مرحله وكل شخص له حالته، وكل حاله لها على حسب نوع الشخصيه اللي موجود، على حسب نوع تلقي الايمان وتلقي الفرد من ربنا. احنا مش هنكره الناس في الدين وفي ربنا، بالراحه كل حاجه بالراحه وبخطوات وبالحب وبالتحبيب، والنبي عليه السلام وصل كذا، وقول الله عز وجل قال كذا، طب ما بالراحه بكذا. لكن توصل ان انا احبس واحده وفي الاخر اقول اصلا مش قصيره، اصلا هي ما عملتوش، ايه الزمن اللي احنا فيه ده يا بشر؟ ايه الزمن ده؟ مها سيبك من ايدي دلوقتي، اه ما ايدي انجزعت حيصه كبيره، ما احنا بصي لازم كل فتره، انا حابه اعمل لكم حلقه مره على العين والحسد ان شاء الله. تمام، النقطه دي خلوا بالكم منها، وحبيت ان انا ايه يعني انهيها. النقطه الثانيه اللي حابه اتكلم فيها وجات لي فيها اسئله كثيره بالمره اقولها لكم قبل ما امشي من اللايف، موضوع الاستعانه استغفر الله او الاستعانه بالجن والناس اللي مسحوره والكلام. بصوا يا جماعه انا عندي المعيون يعني اكتر من المسحور، المعيون عندي حلوا وما نستحيش، ويا 3000 اللي بيشوفوني على اللايف من فضلكم، ويا كل نساء الامه لو سمعتوا اللايف ده لو اتقطع واتقمل مقاطع من فضلكم، اسمع اللي بقول لك عليه. تعالوا نحيي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. وروايه ثانيه له اجر 80، يا دي الهنا يا اختي اما ناخد اجر الشهيد. ايه السنه اللي ميته ونحييها؟ توضأ لاخيك. لما الصحابي كان بيغتسل وكان جسمه ابيض والصحابه شافوه قالوا ده انت جسمك احسن من جسم العذراء ناعم وطري، فلما وقع وعي راحوا للنبي قال اغتسل، هلا بركت على اخيك وتوضى له واديله ميه الوضوء، فاغتسل. بعد ما جاب ميه الوضوء قام جاي المعيون دوت اغتسل بيها خلاص خف. تعالوا نعمل كده، والناس ما تزعلش لما تيجي واحده تقول لك هاتي ماء وضوء، حاضر يا سلام، ولكن بقى القمص والزعل وانا هحسدك يا ستي، ما تعملي، ما انت لو سليمه وبريئه ما خلاص، هو يعني هو القصد اذيه الاخرين؟ ده المعيون. المحسود او المسحور او اللي معمول له حاجه، بصوا البقره، اذكار الصباح والمساء، آية الكرسي، ماء السدر المقروء عليه القران، دايما على وضوء لانك هيجي لك انفلات في الريح رهيب، دايما على وضوء دايما، ما يعديش اذكار الصباح ما يعديش الا صبح ولا الا لما اكون قايلها،
وسورة البقرة كل يوم، سبع تمرات الصبح وسبع تمرات من تمر المدينة العجوة، سبع الصبح وسبع آخر النهار، آيات الرقية كلها، وترقي نفسك وترقي عيالك بيه. طب الاستعانة بقى بالجن، هي دي الكارثة بقى. يقولك بقى إيه؟ فزادوهم رهقة. ليه؟ ليه؟ حتى لو مسلم، حتى لو مسلم، انت عارفين بيدي للناس ايه؟ ان انا لما استعنت، استغفر، اقول لك ما نفسه، انت بتدي حالة ان مش الله عز وجل النجاك، ده انت ارهقت الجن المسلم اللي ساعدك، فانت خفيت، فما فيش قرآن ولا لا قرآن ولا ربنا في الموضوع. لا، احنا رقم واحد نستعين بربنا سبحانه وتعالى، وما هم بضرين به من احد الا باذن الله، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله لن عليك لن يضروك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لن ينفعوك. فالاصل الايمان بربنا والاستعانه بربنا فيه، واخد بقى الاحتياطات. البقره كل يوم لا يستطيعها البطل، الصحراء ما يقدروش عليه. يقول لك احنا سامعين صوته اللي انت موصلنا ان احنا نسحره، بس احنا مش شايفينه. في ذكرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. أذكار الصباح والمساء حسن، الصلاة على وقتها حسن، الوضوء دايما عليه حسن، الرقية، ماء السدر المكتوب عليه، كل الكلام ده، كل الحاجات دي، من الأصل إن إحنا نبقى واخدين بالنا من الكلام ده. طيب، ولا نستعين حتى ما نحطش في اعتقادك واعتقاد الناس، أصل اللي ساعدني الجن المسلم بقى ما هو طيبين، ما هو مسلمين. غلط غلط. الأصل إنك إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. يا أمة محمد، والله من علامات الساعة، من علامات الساعة الاستعانة بالجن ده، من علامات الساعة. ندعو الله سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يفضلوا نصحوا بعض. يا أمهات، يا نساء، يا بنات تعجم، عرفت خير يا بنتي انصحي بيه، بلاش نخلي الباطل هو اللي ينتشر، بلاش نخلي الباطل هو اللي يعمل بالشكل ده، وكل واحدة طلع لي تفتي مين، في خبرتك ايه انت؟ وتعرفي انت ايه؟ خدت لي كلمتين من الشيخ جوجل ولا كوبي وبس من هنا، ولا واخده كلامه بتقولي وتسقطيه على كل الحالات كانها حاله عامه؟ ده كلام غلط. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، يا رب يكرمنا واياك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حال الامه، يصلح نساء الامه، اللهم امين. ويجعلنا صالحات تقيات، ويجعل الزوجات قره عين لازواجهم، ويجعل الازواج قره عين لزوجاتهم يا رب، بما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابه اولو العرفان. خلاف كده لا تسمعوش لحد، والله لو كان شيخ نازلك ما فيش، ما تسمعوش لحد. الخبرة، الثقة، المؤتمن ذو المرجعية الإسلامية الشرعية، وكل حاجة بحالتها. مين يا هطاف؟ هطاف أبو سليمان، الكتاب إن شاء الله بإذن في فلسطين إن شاء الله هينزل، وهديكم إن شاء الله اللينكات اللي هينزل فيها الكتاب لجميع الدول بإذن الله. عبد الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.